بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من Simplified Endodontic Tips Series. في الحلقة دي هنتكلم على حاجات المفروض حضرتك تعملها قبل ما تبتدي البريباريشن بتاعك. لازم تاخد حضرتك بري اوبرتيف اكس راي عشان حاجات كتير، منها ان انت حضرتك بتكون منتال ايمج للحاجه اللي انت داخل تشتغل عليها بريباريشن، مش بس الاكس راي البري اوبرتيف اللي انت بتعملها، لا احنا بنعمل خطوه مهمه جدا اسمها سكاوتنج. السكاوتنج ده حضرتك بتدخل بفايل صغير زي ما تكون بتاخد امبريشن للكنال. الفايل الصغير ده بتاكد فيه المنتال ايمج اللي انت شفتها في البري اوبرتيف اكس راي. بتعمله طبعا بستانلس ستيل فايل صغير، ويستحسن حضرتك تستخدم لوبريكانت وانت بتدخله، ومش شرط ان الفايل يدخل كله بطول الكنال من اول مره، ممكن تدخله على انترفلز على كذا مره لغايه لما توصل للوركينج لينس وتبص على الفايل. ساعتها تقدر حضرتك تكون متخيل انت داخل تعمل ايه او شكل الكنال ايه قبل ما تعمل البريبريشن بتاعك.